السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم على قناتكم قناة المقهى الرياضي، قناة الكرة الجزائرية، المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنسوش الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نلتقي معكم اليوم باش نتكلموا عن أهم لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وأكيد اللي راهم يصنعوا في مستوى كبير جدا في الأندية الأوروبية الكبيرة. واليوم نضع بين أيديكم لاعبين مهمين جدا. وقبل ما نبداو في الرحله تاعنا اعزائي المشاهدين، ما تنساوش باش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات، وما تنساوناش باللايكات حتى يعني ينتشر الفيديو ونبقاو نقدم لكم جديد الكره الجزائريه. إذن البداية مع اللاعب سبعيني صاحبة بيلد، يعني اللي معروفة بمصداقيتها وبإخبارها تقريبا الصحيحة. ما نقولوش أنه خبر صحيح 100%، لأنه كل خبر يحتمل ولو جزء بسيط يعني من يعني ما نقولوش الكذب وإنما من عدم الصحة. لكن صاحبة بيلد وصاحبة تيزاد وصاحبة أزاد، هذه الصحف الألمانية معروفة بمصداقيتها الكبيرة والكبيرة جدا، خاصة لما يتعلق الأمر بالدوري الألماني البوندسليغا. خرجت العديد من الأخبار في المرات أو الأيام المقبلة، قبل أيام من شهر رمضان وحتى في شهر رمضان، يتكلموا عن اهتمام نادي بوروسيا دورتموند بنجم نادي مونشنغلادباخ الجزائري رامي بن سبعيني. واليوم صحيفة بيلد تأكد بأن المفاوضات قطعت شوط كبير وكبير جدا، والصفقة قد تحسم ب 12 مليون يورو. هذا يعتبر مبلغ كبير جدا للاعب جزائري خرج من البطولة الجزائرية وتدرج يعني بالتدريج إلى أن وصل إلى الدوري الألماني، أحد أكبر الدوريات في أوروبا. راح يكون خبر جميل جدا، خاصة أنه مدرب بوروسيا دورتموند هو المدرب روزو، المدرب السابق لمونشنغلادباخ، واللي عرف معاه رامي بن سبعيني مستوى كبير وكبير جدا وتألق معاه كثير. إذا نتمنى التوفيق لرامي بن سبعيني، خاصة أنه متعدد المناصب. وروزو أعتقد أنه يحاول أن يلعب بثلاث مدافعين ولاعبي رواق، لأنه انتدب كذلك اللاعب لاعب فرايبورغ الدولي الألماني، وكذلك اللاعب بن سبعيني والمهاجم الدولي الألماني الموهبة القادمة بقوة آدمي، يعني هي موهبة ممتازة جدا وممكن حتى أنه يكون أحد هدافي العالم مستقبلا. إذن بوروسيا دورتموند راح يعمل باش يشكل فريق كبير وكبير جدا الموسم المقبل، ولما لا ينافس نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني، وهذا الأمر يحسب لرامي بن سبعيني. أنا الآن أنا نفضل صفقة دورتموند لعدة أمور. أولا أنه بن سبعيني يعني خلاص راه والف في الدوري الألماني والف في الكرة الألمانية، من الأفضل أنه يبقى في الكرة الألمانية، خاصة السن تاعو هذا هو سن حساس جدا للاعب محترف، خاصة كما قلنا أنه هو السن المناسب باش اللاعب يقدم يعني الأمور أو يقدم نفسه بشكل جيد جدا. كذلك أمر مهم جدا، نعرفه بأنه بوروسيا دورتموند هو قبلة الأندية الكبيرة في انتداب اللاعبين، يعني أنت لما تروح من نادي مونشنغلادباخ ماشي نفس الشيء لما تروح من نادي بوروسيا دورتموند. الان مع بوروسيا دورتموند راح اكيد يتعاملوا معاك يعني كما احنا نقولوا وكلاء لاعبين عالميين معروفين، ممكن حتى انه يتصلوا به وكلاء لاعبين ويعني يسيروا اعماله، ويعني حتى انه يقدروا يقلوه الى نادي كبير وكبير جدا. حتى انه دورتموند نقولوا كلاعب جزائري هو نادي كبير جدا، وحتى لو انهى المسيره تاعه ولا يعني قضى فيه وقت كبير، هو امر جيد ويعود بالفائده للمنتخب الوطني الجزائري. اللاعب الثاني هو رياض محرز. اليوم رياض محرز وبعد لحظات راح يكون امامه يعني موعد هام وهام جدا، ومواجهه دوري ابطال اوروبا الاياب امام النادي العالمي العملاق الاسباني والعملاق العالمي النادي ريال مدريد. رياض محرز سبق له وان اقصى ريال مدريد قبل عامين، يعني سنه 2000 وقبل سنه 2019 لما نادي ريال مدريد اقصى او نادي مانشستر سيتي اقصى ريال مدريد بالفوز عليه ذهابا وايابا بهدفين مقابل هدف، ورياض محرز كان لاعب اساسي في مباراه الذهاب البرنابيو. نتمناو كذلك انه واخر الاخبار حتى تقول انه محرز اليوم راح يكون اساسي، عده يعني مواقع مثل فوت موب وكذلك هوسكورد وحتى مانشستر ايفينينغ يعني الصحيفه الانجليزيه المشهوره، يعني كلهم يقولوا بأن محرز راح يكون اليوم أساسي، وما يؤكد أنه كذلك محرز راح يكون أساسي اليوم هو جلوسه في دكة الاحتياط
إضافة إلى برناردو سيلفا وكذلك دي بروين في مباراة الدوري الإنجليزي أو الجولة الماضية أمام نادي ليستر سيتي. إذا نقول بأنه بنسبة كبيرة جدا رياض محرز راح يكون اليوم أساسي أمام ريال مدريد. نتمنى له التوفيق. رياض محرز بيسجل هدفين الموسم الماضي أمام نادي باريس سان جيرمان ليصبح اللاعب الأول بيسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ونتمنى له اليوم يكون أول لاعب جزائري يسجل في موسمين متتاليين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويكون كذلك أول لاعب جزائري ليلعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، والمرتين هذو يكونوا مرتين متتاليتين. ولما لا ما يكونش اللاعب الجزائري الثاني اللي يحمل هذه البطولة. أكيد العديد منكم مشاهد رابح ماجر وهو يتوج بدوري أبطال أوروبا سنة 87 مع نادي بورتو اللي فاز في النهائي على بايرن. يعني احنا نتمنى تشوفوه يعني في هذه يعني المرة وهذا العام. محرز لاعب جزائري يستحق كل الاحترام، نجم من نجوم الكرة الجزائرية، أحد أفضل اللاعبين عبر تاريخ الكرة الجزائرية، وأحد أفضل اللاعبين في العالم الآن. هذا يبقى مفخرة لنا وشرف لنا. للأسف ما رحناش كأس العالم، وإلا فإنه كنا راح نفتخر أكثر وأكثر وأكثر بلاعبينا. معليش يعني الفخر الجماعي غابنا، نكتفي بالفخر الفردي. ونتمنى التوفيق، كل التوفيق للاعبينا. شكرا لكم أحبتي على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.